مستر هام، مستر هام، مستر هام، مستر هام، المهندس بتتكلم. ألو، مستر هام حضرتك سامعني؟ أيوة مهندس، سامعني كده؟ اه سامعك. تمام انت ممكن تبدأي. تمام اوكي. بس حاولي تعدلي المايك شوية لأن صوتك بعيد برضو. برضو اه كده كويس؟ اه كده كويس جدا. انت ممكن تبدأي بقى عشان وقت الحصة. اوكي. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله انا ميس رهام رضوان هديكو اول درس في التاريخ اللي هو بيتكلم عن الحياه الاجتماعيه. فاطمه، انت سامعاني يا فاطمه؟ ايه مش سامعه حضرتك. تمام يا فاطمه، خلاص انا هشير الشاشه بتاعتي واول ما تظهر قولي لي تمام. ماشي. ظهرك كده بطة فاطمة، ظهر كده الشاشة عندي؟ لسه كده؟ اه ايوه كده اشتغل. تمام. النهاردة هناخد بإذن الله أول درس في التاريخ وبيتكلم عن الحياة الاجتماعية في مصر الفرعونية. تمام. طيب هل حد فيكم قبل كده يا سنة أولى فكر المصريين القدماء، بما إن إحنا أحفاد الفراعنة، فكر الفراعنة دول كانوا عايشين إزاي، وهل حياتهم كانت جد وعمل عشان كده وقدروا يبنوا أقدم حضارة، ولا كانت حياتهم عادية زينا وبرضو عندهم وسائل ترفيه وكان بيلعبوا ويغنوا؟ حد فيكم يا سنة أولى فكر في كده؟ فكرت في كده يا فاطمة؟ لا بصراحة ما فكرتيش إزاي بيعيشوا؟ طب أنت تفتكري هل هم كانوا بيعيشوا حياة طرف ولا جد، كل حياتهم كانت جد وعمل، ولا كانوا ممكن يكونوا بيلعبوا فعلا شوية وبيشتغلوا شوية؟ لا، كنت متخيلة بيلعبوا شوية يعني بيشتغلوا شوية. برافو عليك. طيب احنا النهارده هناخد ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن الحياه الاجتماعيه. هنعرف ايه في الحياه الاجتماعيه؟ هنعرف هم كانوا ايه عاداتهم وتقاليدهم في اللبس وفي الاكل وفي اللعب، وكانوا بيعملوا ازاي، بيحتفلوا ايه بالاعياد بتاعتهم. تبقى اول حاجه المفروض ناخدها النهارده ونعرفها يا بطه، ان احنا المفروض نعرف يعني ايه الحياه الاجتماعيه. يعني ايه حياة اجتماعية؟ مجموعة العادات والتقاليد التي يتمسك بها طبقات المجتمع المصري من مأكل وملبس ومسكن. يبقى يعني ايه حياة اجتماعية؟ يعني عادات وتقاليد. يعني ايه حياة اجتماعية؟ العادات والتقاليد اللي كان بيتمسك بيها وبيحافظ عليها جميع طبقات المجتمع من مأكل وملبس ومسكن. صعبة دي؟ لا. تمام. طيب المجتمع المصري في مصر القديمة كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من عدة طبقات. أول طبقة كانت عندي الفرعون وأسرته. أول طبقة كانت عندي ايه؟ الفرعون. اه كانت أول طبقة عندي الفرعون وأسرته. طيب ودي كانت رأس يعني قمة الهرم الاجتماعي، زي احنا حاليا عندنا مين في قمة الهرم؟ الرئيس. برضو في الطبقات المصرية كانت أعلى طبقة من طبقات المجتمع كان الفرعون وإيه أسرته. الطبقة الثانية هي كانت طبقة الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. طبعا الوزراء إحنا عارفين طبيعي إن هم يكونوا في الطبقة الثانية. طب وكبار الكهنة؟
طبعا كبار الكهنة دول كانوا هم اللي بيتحكموا في الشؤون الدينية في مصر كلها، فكان ليهم مكان عالية، فكانوا بيتولوا أو بيحتلوا المرتبة الثانية في من طبقات المجتمع. والكتبة احنا خدنا الترم الأول إن الكتبة كان ليهم مكانة عالية في المجتمع، وكانوا مرشحين لتولي المناصب العليا. وحكام الأقاليم دي بتساوي حاليا كلمة المحافظ، زي ما أقول محافظ القاهرة ومحافظ محافظ القليوبية، ده كلمة حكام الأقاليم بتساوي كلمة محافظ حاليا. فأنا قلت الطبقة الأولى كان فيها الفرعون وأسرته، والطبقة الثانية كان فيها الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. الطبقة الثالثة كان فيها مين بقى؟ كان فيها صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزين، يعني اللي كان يكونوا متميزين في الحرفة بتاعتهم. آخر طبقة هي طبقة عمال الزراعة، اللي هم الفلاحين اللي بيزرعوا الأرض، والحرفيين اللي هم بقى أصحاب الحرف البسيطة اللي كانوا بيشتغلوا حرف بسيطة، والرعاة اللي هم بقى النساء والأطفال وباقي المجتمع اللي هو ممكن يكون ملهوش شغلة معينة ممكن أوصفه بيها. يبقى كده احنا قلنا المجتمع المصري بيتكون من كام طبقة؟ 4 طبقات. بتيجي ازاي في الامتحان يسألني الطبقة الأولى كان فيها مين، تتكون من مين؟ تتكون من مين يا فاطمة؟ الطبقة الأولى كانت بتتكون من الفرعون وأسرته، كانت بتتكون من إيه؟ أنا آسفة يا ميس، أنا عمالة أتكلم وأنا عاملة أميوت، أنا قصدي عاملة ميوت، أنا آسفة. ولا يهمك يا بنت، سامعاني طيب؟ إيه سامع حضرتك. تمام، يبقى إحنا قلنا الطبقة الأولى فيها الفرعون وأسرته، والطبقة التانية فيها الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم والصغار الموظفين والتجار وأصحاب الإيه؟ الحرف المتميزة. آخر طبقة قلنا فيها عمال الزراعة والحرفيين والرعاة. طيب يعني إيه بقى كلمة طبقة؟ ليه سميت الفرعون وأسرته طبقة وصغار الموظفين طبقة؟ ليه يعني إيه كلمة طبقة أصلاً؟ قال لك الطبقة دي هي مجموعة من الأفراد بتجمعهم صفات ومصالح وأهداف مشتركة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما ألاقي مجموعة من الناس أو الأفراد ليهم صفات معينة، إن هم مثلا أغنياء أوي أو فقراء أوي أو متوسطين الدخل، ومصالح وأهداف مشتركة لهم هدف معين أو مصلحة مشتركة، بسميهم طبقة، بديهم إيه؟ طبقة معينة وبديهم بحطهم في طبقة لوحدهم. يبقى يعني ايه طبقة؟ مجموعة من الأفراد تجمعهم صفات ومصالح وأهداف مشتركة. أقولها تاني يا فاطمة عشان أبدأ أسمع اللي أنا قلته. يعني ايه طبقة؟ مجموعة من الأفراد تجمعهم صفات ومصالح معينة. مجموعة من الأفراد تجمعهم صفات ومصالح معينة أو مشتركة. صعبة دي يا بطة؟ تمام. تعرفي بقى تقولي لي ثواني، تعرفي تقولي يعني ايه يعني ايه طبقة اجتماعية؟ ما المقصود بالطبقة الاجتماعية؟ مجموعة من الأفراد و تجمعهم من الأفراد تجمعهم صفات أو أعمال معينة مشتركة. صفات وأهداف ومصالح مشتركة. طب يعني ايه حياة اجتماعية؟ ما المقصود بالحياة الاجتماعية؟ الحياة الاجتماعية هي العادات والتقاليد المصرية التي يتمسك عاداتنا وتقاليدنا اللي بنتمسك بيها، دي اسمها حياة اجتماعية. يعني ايه حياة اجتماعية؟ يعني بتكلم عن عادات المجتمع ده. يعني ايه حياة اجتماعية؟ العادات والتقاليد التي يتمسك بها المجتمع المصري. يعني ايه يا بطة؟ يعني عادات وتقاليد دي حاجة سمعي يتمسك
يعني بيبقى متمسك ان هو يعملها، في يتمسك فيها بها المجتمع، جميع افراد المجتمع، من مأكل وملبس ومشرب ومسكن. صعبة دي؟ لا لا هرجع تاني هسأل فيها، يعني انا بحب اجيب اول سؤال واخر سؤال، يعني في اي حتة هسأل. تمام تمام. تمام باسل، هكمل. بعد كده تعال نشوف بقى المجتمع المصري. احنا كده خدنا يعني ايه حياة اجتماعية، وقلنا يعني ايه كلمة طبقة اجتماعية. تعال نشوف بقى المجتمع المصري كان بيتكون من ايه. كان بيتكون من اسر، والاسرة دي كانت بتتكون من الاب والام والابناء. مش احنا الاسرة حاليا بتتكون من ايه؟ مش احنا اي اسرة مصرية بتتكون من اب وام وابناء؟ تمام. طيب تعال نشوف كل واحد فيهم دورهم هل اختلف عن الوقت الحاضر، يعني دور الأب كان مختلف أيام الفراعنة عن دور الأب حاليا. تعال نشوف الأب كان دوره إيه. الأب كان دوره أو واجبه، دوره يعني واجبه، الوظيفة اللي بيأديها يعني رعاية الأسرة وحمايتها، رعاية الأسرة وحمايتها. الأب كان دوره إن هو يرعى الأسرة بتاعته وإيه ويحميها، يرعى الأسرة وإيه ويحميها. طيب وإيه كمان يا ميس؟ كان وتوفير ما تحتاج الأسرة، هو اللي المفروض يوفر الأسرة كل حاجة تحتاجه. تبقى الأب كان وظيفة الأب أو واجب الأب إيه؟ رعاية الأسرة وحمايتها وتوفير ما تحتاجه الأسرة، وتوفير ما تحتاجه الأسرة. طيب بعد ما الأب يوفر وكل ما تحتاجه الأسرة، حقه بقى إيه؟ المفروض إن إحنا نحترمه، له حق الطاعة والتقدير والاحترام من الزوجة والأبناء. مفروض بعد ما يوفر وكل ما تحتاج الأسرة ويراعي الأسرة ويحميها، إن هو ياخد مننا أو إحنا نديله التقدير والاحترام والطاعة سواء من الزوجة أو الأبناء. هل اختلف حق الأب وحقوق حق الأب وواجبه عن الوقت الحاضر عن دلوقتي؟ مختلف؟ لا، زي ما هو، صح؟ طيب طب تعال نشوف الأم. هل بقى هي الأم هي اللي اختلفت؟ الأم واجبها إيه؟ الأم تشرف على شؤون بيتها من نظافة، ترتيب، وطهي. الأم وظيفتها إيه؟ تشرف على شؤون البيت من نظافة وترتيب وطهي، وكمان هي اللي مفروض مسؤولة عن تربية الأبناء الصغار، هي اللي بتربي الأولاد الصغيرين وتساعد زوجها في بعض الأعمال. لو هو زوجها محتاج إن هي تساعده في شغله تساعده عادي. تبقى الأم واجبها دورها وظيفتها إيه؟ تشرف على شؤون البيت من نظافة وترتيب وطهي، وتتولى تربية الأبناء الصغار، وتساعد زوجها في بعض الأعمال، وتساعد زوجها في بعض الإيه؟ الأعمال. طيب بعد ما تعمل كده، دي بعد ما أدت الوظيفة بتاعتها وشغلها، مفروض تحصل على إيه حقها؟ حق الوراثة، حقها تورث، والشهادة، وتشهد، والتعاقد، والبيع والشراء، تكتب أي حاجة باسمها وتبيع وتشتري. تبقى الأم حقها الوراثة، الشهادة، التعاقد، البيع والشراء. الوراثة، الشهادة، التعاقد، والإيه؟ والبيع والشراء. صعبة؟ نعم. طيب هل الأم دورها اختلف عن دلوقتي؟ شوية. هم؟ دور الأم زمان، أنا كده بتكلم عن دور الأم وواجبها وحقوقها أيام الفراعنة، هل مختلفة عن الوقت الحالي؟ هو بس تساعد زوجها في بعض الأعمال، مش كتير أوي يعني دلوقتي. ليه؟ مش في بعض الستات بتساعد زوجها في بعض الأعمال، مثلا لو هو ممكن يكون بيشتغل في مكان واحد وطلب منها تساعده في تخلص له مهمة أو تخلص له شغله معين، هتقول له لأ مثلا؟ لا، بتساعدها. مثلا لو جوزها فاتح سوبر ماركت وطلب منها انها تقف فيه عقبال مثلا تروح يروح مشوار، هتقول له لا؟ نعم.
لو هي مدرسة وهو مدرس وقال لها دي الحصة بدالي النهاردة، هتقول لأ؟ يبقى بيساعده صح؟ صح يا فاطمة؟ صح. باسل، باسل سمعني؟ باسل، هو باسل قافل المايك تمام. طيب ركز عشان هخليك تجاوب، هسأل وانت وفاطمة تجاوبوا على الأسئلة اللي هقولها. تمام، تعال ناخد آخر حاجة وهوقف واسأل بعدها. بعد ما خدنا الأب والأم، تعال نشوف بقى الأبناء اللي هو انتوا، برضو في واجبات مفروض تعملوها وليكوا حقوق. ايه هي الواجبات او دوركوا او المهمة اللي مفروض تعملوها؟ اول حاجة مفروض التفوق في الدراسة، شغلتك ووظيفتك في الحياة انك تتفوق في الدراسة، تبقى متفوق، تذاكر وتجيب الدرجات النهائية وتبقى متميز في دراستك. ايه كمان؟ احترام الوالدين، تحترم مامتك وباباك وتساعدهم، يعني البنت طبعا تساعد مامتها او الولد برضو يساعد مامته والايه وتساعده ايه الاب. كمان رعاية قبور الوالدين بعد الوفاة، لو الاب او الام اي منهم كان متوفي فاحنا مفروض نراعي القبور بعد قبورهم. تبقى ايه هي واجبات الابناء؟ التفوق في الدراسة، احترام الوالدين ومساعدتهم، ورعاية قبور السلام عليكم. قبورهم. وعليكم السلام، مين؟ مريم أحمد. اهلا يا مريم، تأخرتي شوية يا مريم. سمعني يا مريم؟ اه مع حضرتك. تمام يا مريم، نركز مع بعض مريم عشان انت داخله متاخره، ولو في حاجه هعيدها لك بعد المحاضره دي ما تخلص. تمام، طيب نكمل. سامعيني سنه اولى؟ ايوه تمام. طيب قلنا كده واجبات الأبناء، قلنا واجبكم إيه يا سنة أولى؟ واجبكم التفوق في الدراسة، احترام الوالدين ومساعدتهم، ورعاية قبور الوالدين بعد الوفاة. طيب بعد ما تعملوا واجباتكم، إيه حقكم؟ حق الأبناء إيه؟ من حقكم تحصلوا على التربية وتتربوا على آداب، على الآداب والسلوك الحميد، وإن أنتوا تتعلموا العلوم المختلفة. يعني من حق كل واحد فيكم ان اهله يربوه تربية سليمة على السلوك الحميد عشان يكون مقبول من المجتمع، المجتمع ما يرفضش الطفل ده او الابن ده، وتتعلموا العلوم المختلفة. اي علم عاوز تتعلمه من حقك ان انت تتعلمه. تمام، العلاقات الأسرية كانت عاملة ازاي؟ هل كان النص القديم ده كان ازاي بيراعي أسرته؟ قال كان بيراعي الأسرة بتاعته بكل عناية، كان مهتم جدا إنه يقدم رعاية طيبة لأسرته. إزاي؟ كان بيساعد زوجته في المنزل إذا اقتضى الأمر، لو زوجته تعبانة أو حتى مش تعبانة وهي بتشتغل في حاجة وهو فاضي بيقعد يساعدها عادي، مفيش مشكلة. يبقى كان المصري القديم يحيط أسرته بكل عناية، وكان بيساعد زوجته في إذا قضي الأمر أو لو هي كانت محتاجة إيه المساعدة، وكمان كان حريص جدا انه يسعد زوجته ولا ينازعها، يعني ما كانش بيتخانق معاها ابدا وبيعاملها برفق وحنان. يبقى كان المصري القديم يحيط اسرته بكل عنايه، وكان بيساعد زوجته في اعمال المنزل، وكان بيكون حريص جدا انه يسعد زوجته ولا ينازعها ويعاملها برفق وحنان. مش ده اللي بيحصل حاليا؟ بيحصل ولا ما بيحصلش يا سنه اولى؟ يحصل صح؟ طيب فاطمة هديش كل واحد فيكم سؤال وهنجاوب سوا. تمام؟ فاطمة انت هتقولي لي دور الأم. باسل ولا باسل؟ ايوه هتقولي لي دور الأب. تمام؟ واجبات الأم اوكي، ومريم حقوق وواجبات الأبناء. تمام، نبدأ بالأب.
بس قول لي ايه هي حقوق وواجبات الاب. حقوق الاول او سوري قولي الواجبات الاول. الناس دخلت مش عارف. لا يا بس ما انا اول ما دخلت قلت لك ركز يا بس عشان هقول الكلام ده انت مش عارفه. طيب لا طب تعرف تقول ايه من تعرف تقول الام ولا الاب ولا الابناء؟ اختار واحده من ثلاثه. تعرف ايه يا بس؟ الابناء. طب قول الابناء يا بس. معلش يا معلم هما يتعلموا العلم والتربية الحصرية. ده حقوقهم ان هم التربية دوم. طب المفروض بقى واجبهم ايه؟ شغلتهم ايه او مهمتهم ايه؟ التفوق؟ بس انت سكت. انا عاوزة بقى واجبهم. واجبات الابناء ايه؟ التفوق في دراستهم. واجبهم. طيب هقول انا مكان باسل وباسل تركز معايا شويه بحيث ان انت تعرف تجاوب المره الجايه. تمام. طيب طيب واجب الابناء قلنا التفوق في الدراسه وقلنا احترام الوالدين ومساعدتهم وقلنا كمان رعاية قبور الوالدين بعد الوفاة. فاطمة ايش وانا هقول كده الاب. انت هتقولي الاب. عارفة. طيب فهنخلي فاطمة تقول الام وبعد كده يا مريم قولي الاب. فاطمة تمام قولي الام يا فاطمة. الام بترعى البنت والاولاد بتربيهم وبتساعد البيت. البيت من ايه يا مريم؟ يا فاطمة ترعى شؤون البيت من ايه؟ تنظيف ترتيب طهي. تنظف وترتب والطهي اللي هو طهي الطعام يعني. من ترتيب وتنظيف وطهي. كملي. ترى شؤون المنزل من ترتيب وطهي وتنظيف وتربي الأطفال وبتساعد الأب في عمل. وضعها بعض الأعمال. برافو علي. يلا يا مريم قولي بقى الأب. أيوة. يا مريم الأب واجباته إن هو يوفر الأسرة ما تحتاجه ويرعى أسرته ويحميها وحقوقه إن هو حقوق له الحق في الطاعة والتقدير والاحترام من زوجتي وأبنائي. برافو عليك ممتازين يا سنور. طيب نكمل. طيب بعد كده عايزاك نعم حضرتك اسمك إيه؟ ميس رهان. مش هي كنت اديتنا حصة قبل كده؟ اديتك حصة قبل كده يا مال. تمام. مريم اللي بتتكلم ولا مين؟ لا مريم. طيب عايزاكوا يا فاطمة انت ومريم تركزوا لاني في اي وقت هوقف وابدأ اسأل. تمام. تمام. طيب احنا كده خدنا العلاقات الاسرية. تعالوا بقى نشوف المسكن وتأسيسه. المصر القديم كان بيته مبني ازاي؟ شايفين الصورة اللي انا هي الصورة اللي قدامكم دي. أول حاجة هنتكلم عنها هي مساكن الفقراء وعامة الشعب كانت عاملة إزاي. شايفين هي مبنية من إيه ده؟ مبنية من إيه سنقول؟ سنقول عزاكم شغالين معايا. المسكن اللي قدامكم مبنية من طوب اللبن. طيب وكان بيتميز بالبساطة. كان بيت بسيط جدا. إزاي؟ كان كان بيتم بنائه من طوب اللبن وكان بيتميز بالبساطة وكان مبني من طابق أو طابقين. يعني إيه طابق أو طابقين؟ يعني دور أو دورين وحجر أو حجرتين. دي مساكن مين؟ دي مساكن الفقراء أو عامة الشعب. الفقراء أو عامة إيه؟ الشعب. طيب مساكن الأغنياء بقى كانت عاملة إزاي؟ شايفين اللي أنا الصورة دي؟ الصورة دي دي مساكن الأغنياء كانت عاملة إزاي؟ كانت أحسن حالاً وأكثر اتساعاً. أحسن حالاً من مين؟ من مساكن الفقراء وأكثر اتساعاً. كانت واسعة جداً. وإيه كمان؟ وبتحيط بيها الحدائق الجميلة. شايفين الحدائق اللي حوالين البيت اللي أنا حاطاه في الصورة؟ وإيه كمان؟ وكان جدرانها محلاة بالنقوش المختلفة. كان بيرسموا رسومات جميلة جداً على الجدران بتاعت بيتهم. تبقى مساكن الأغنياء كانت أحسن حالاً وأكثر اتساعاً
يحيط بها الحدائق، وكان جدرانها مليئة بالنقوش المختلفة. طيب أما الفرعون كان بيعيش في قصر. الفرعون كان بيعيش فين؟ في قصر، قصر الفرعون. وكان قصر الفرعون يتميز بالفخامة والاتساع، كان قصر فخم جدا ومتسع جدا. يبقى قصر الفرعون كان الفرعون يتميز قصر الفرعون يتميز بالفخامة والاتساع. في حاجة لحد هنا صعبة يا سنة أولى؟ سنة أولى باتنين. شكرا يا ميس. صعبة يعني؟ في حاجة عايزين نعيدها تاني؟ لا شكرا. نكمل عشان نرجع نسأل تاني. الأساس، الأساس يقصد به اللي هو الفرش بتاع بيتنا اللي بنفرشه. كان البيوت المصريين القدماء كان بتتكون من إيه؟ قالك كان بتتكون من الوسائد اللي هي المخدات، وإيه كمان؟ وكانت مليئة بالأسرة اللي هي السرير، وكانت فيها الأوان الموائن الأوعية بتاعت الطعام، وإيه كمان؟ والمقاعد الخشبية والموائد. طيب دي كان البيت أو الأساس عند مصر القديم. تبقى قلنا كان بيتكون من إيه؟ من الوسائد. قلنا إيه هي الوسائد دي؟ اللي هي نقصد بيها المخدات والأسرة والصناديق، وكان عندهم صناديق خشبية كانوا بيحفظوا فيها. زمان ما كانش عندهم حاجة اسمها دولاب، كانوا بيحطوا هدومهم والأوعية بتاعة الطعام اللي هي بقى الكوبايات بتاعتهم والحلل والكلام ده، كانوا بيحطوه في صندوق خشبي. وكان عندهم المقاعد الخشبية زي ما انتم شايفين في الصورة اللي هي الكرسي، وعندهم ايه المواد. طيب دي الأساس عند المصري القديم. طبعا مش مختلفة كتير عندنا احنا، برضو كلنا عندنا برضو يعتبر الحاجات دي موجودة عندنا لحد النهاردة، طبعا باستثناء الصندوق الخشبي، احنا ما بنحطش هدوم ولا الأواني بتاعتنا في الصندوق الخشبي. طيب هنا بيسأل سؤال يقول هي ليه اختلفت الأساس من منزل إلى آخر؟ هل احنا حاليا يا سنة أولى كلنا بيوتنا فرشين نفس الفرش فيها؟ نفس الأساس الموجود في بيوتنا زي بعض؟ لا، ولا نفس المستوى ولا نفس التكلفة ولا أي حاجة. ليه؟ قال لك بسبب اختلاف الظروف المعيشية للأسرة. كل أسرة بتفرش بيتها حسب الظروف المعيشية. هو معاه فلوس كتير فبيفرش أساس فخم شوية، كل أو بيفرش بيته حسب مستوى المعيشة بتاعه. معاه فلوس بيجيب حاجات غالية، معهوش بيجيب حاجات على قد. يبقى بما تفسر اختلاف الأساس من منزل إلى آخر في مصر القديمة بسبب اختلاف الظروف المعيشية للأسرة. بسبب اختلاف إيه؟ الظروف المعيشية لإيه؟ للأسرة. طيب بعد كده، نعم، مين بيتكلم؟ طيب هناخد بعد كده الملابس. في مصر القديم هل كل المصريين القدماء كانوا بيلبسوا زي بعض؟ لا، كان في برضو اختلاف في اللبس، كانت بتختلف الى من طبقه لاخرى. كان عندنا مثلا عامه الشعب بيلبسوا ملابس تصنع من الكتان. من ايه؟ من الكتان. اما الفرعون والاغنياء دول بقى ملابسهم كانوا بتصنع من الحرير المستورد من فينيقيا، وفينيقيا دي اللي هي سوريا ايه حاليا. مش بس كده، مش كان بيلبسوا حرير بس، وكان بتطرز بالذهب والفضه، يعني لو فيها رسومات او زراير او اي اشكال كانت بتكون من ذهب او الفضه. صعبه دي كده يا سنه اولى؟ تمام. الزينه يا سنه اولى، كان من مصر القديم بيحب يتزين، يعني من هو يهتم بنفسه كان بيتزين بيه. لكن ممكن الحاجات اللي بيتزين بيها الكحل، كان راجل او ست الاثنين كان بيحطوا كحل عادي على فكره. وايه كمان؟ وكان بيلبسوا الاساور، وكان عندهم العقود اللي هو يلبس عقد، وكان عندهم الخواتم والعطور، كان بيحطوا عطور، وكانوا بيحطوا حنة، وكان عندهم الأمشاط، كانوا بيصرخوا برضو إيه شعره. تبقى إيه هي أدوات الزينة عندهم؟ إيه الأقراط اللي هي الحلقان يعني، والعطور، بيحطوا عطور، وعندهم برضو كانوا بيتزينوا بالحنة والخواتم والكحل والعقود،
والأساور والأمشاط. هوقف كده وارجع أسأل وبعد كده أبقى إيه؟ أبقى أكمل. تمام؟ مين؟ باسل. باسل في حاجة في اللي فاتت صعب عليك؟ باسل وليد. مريم قولي لي كده يا مريم، هسأل سؤال وانت كل واحد فيكم هياخد سؤاله وايه ويجاوب عليه. مريم قولي لي، بما تفسر اختلاف الأساس من الطبقة الأخرى في مصر القديمة؟ ليه الأساس؟ اختلاف المعيشية لكل أسرة. سبب ايه؟ اختلاف المعيشة، ظروف المعيشية لكل أسرة. برافو عليك. طيب فاطمة، تعرفي يا فاطمة تقولي لي، هو المصر القديم كانت الملابس بتختلف عنده برضو، طيب عامة الشعب والفقراء كان الملابس بتاعتهم تصنع من؟ من القطن. من؟ لا قطن، أنا قلت قطن في الحتة من الكتان. طب والفرعون والأغنياء كانت الملابس بتاعتهم تصنع من إيه؟ من الحرير المطرز. مطرز بإيه بقى؟ بنقوش بس. بالذهب والفضة. تاني كان مطرز بإيه؟ بالذهب بالذهب والفضة. والفضة. طيب باسم باسل انت سامعني؟ طيب مريم انت وفاطمة ممكن تقارنوني بين المساكن الفقراء ومساكن الأغنياء؟ فاطمة خدي مساكن الأغنياء ومريم خدي مساكن الفقراء أو عامة الشعب. مساكن عامة الشعب كان بتتميز بالبساطة، وكانت بتكون بتتكون من حجرة أو حجرتين، وكان بتتبني باللبن. برافو عليك. طيب فاطمة مساكن الأغنياء كانت مكونة من حجرتين، من حجرتين أو أكثر. كانت أحسن إيه؟ كانت أحسن حالا من الفقراء، برافو. من عامة الشعب، وكانت مكونة من طبقين تقريبا. لا ما قلتش طبقين، قلت أحسن حالا، أكثر اتساعا، تحيط بها الحدائق وجدرانها مزينة بالنقوش. أقولها تاني؟ يعني ما قلناش بس كان في حجرات أكتر. لا قلنا أكثر اتساعا، ما قلتش حجرات أكتر. هي فعلا كان فيها حجرات أكتر، بس أنا قلت أكثر اتساعا. تمام؟ طيب نكمل وهوقف تاني واسأل تاني. باسل خليك مركز معايا. طيب تعالي نشوف بعد كده هناخد ايه. احنا كده اتكلمنا عن المسكن، واتكلمنا عن الزينة، وعن الأساس. عايزين نتكلم عن حاجة تانية، واللي هي عادات المصري القديم. عاداته في ايه؟ عايزين نعرف عاداته وتقاليده في الطعام مثلا. كان المصر القديم يا سنة أولى عندهم عادات وتقاليد مختلفة تماما عننا في الطعام. ازاي؟ كانوا بيتناولوا الطعام في بداية الأمر، أول ما بدأوا يتناولوا الطعام أو في الأول خالص كانوا بياكلوا على الحصير. طيب ماشي المشكلة. وبعد كده عرفوا الموائد المنخفضة اللي احنا بنقول عليها طبلية، وبعد كده عرفوا الموائد المرتفعة اللي احنا بنقول عليها ايه؟ السفرة. يبقى المصري القديم كان في البداية يتناول طعامه على الحصير، وبعد كده على الموائد المنخفضة، بعد كده الموائد الايه؟ المرتفعة اللي احنا بنقول عليها السفرة، اللي هي ذات مقاعد يجلس عليها الفرد، اللي هي ايه؟ السفرة. طيب ايه كمان من عادات والتقاليد المصري القديم في الطعام؟ كان بيتناول ثلاث وجبات في اليوم الواحد، كان عنده ثلاث وجبات في اليوم الواحد، فطار غداء ايه؟ عشاء. طيب ايه كمان؟ كان بيغسل ايده قبل وبعد الطعام، قبل وبعد ايه؟ الطعام. طيب هل عادات وتقاليد المصري القديم في الطعام مختلفة عننا؟ مختلفة يا سنة أولى صح؟ المايك بعيد عنكم صح؟ مختلفة خالص صح؟ أنا شايفة كده برضه.
طب تعالي شوفي بقى أدب آداب الزيارة مختلف جدا عن اللي احنا بنعمله النهاردة. ايه آداب الزيارة عندهم؟ النصر القديم تخيلوا ما كانش بيدخل البيوت قبل الاستئذان، كان لازم قبل ما يزور حد لازم يستأذن. احنا بنعمل كده دلوقتي؟ لا لا طبعا. كمان لا يدخل البيوت إلا بعد أن يأذن له، يعني كمان بيفضل يخبط وما يدخلش إلا لما حد يقول له اتفضل. تخيلي الأدب. طيب يبقى المصري القديم كان عنده آداب الزيارة، كان يلتزم بآداب الزيارة، لا يدخل البيوت إلا بعد أن إيه يؤذن له، كان يقف على الباب يخبط، إيه أصحاب البيت قالوا له اتفضل اتفضل، ما تفضلش خلاص مش يدخل يقول أنا صاحب بيت، لا خالص. طيب إيه كمان من العادات والتقاليد غير الطعام وآداب الزيارة عايزين نعرف؟ عايزين نعرف وسائل التسلية والترفيه. قلنا المصر القديم مش كل حياته، مش معنى ان هو بنى اقدم حضاره في التاريخ معنى كده ان هو قعد طول حياته يشتغل ويعمل ويجتهد علشان خاطر كده قدر ينجح في النهايه انه يعمل اقدم حضاره في التاريخ، لا خالص. كان بيعرف عنده وسائل تسليه وترفيه، وكان بيلعب ويتسلى ويغني ويعمل كل حاجه عادي زينا كده، ولكن هو كان عنده وقت للعب ووقت للجد، يعني كان زي ما بيشتغل بيلعب وكان بيعمل موازنة كده، أو كان عامل مانجر للتايم بتاعه اللي هو تنظيم للوقت. فعشان كده هم قدروا ينجحوا إن هم يعملوا الحضارة اللي احنا حاليا بنفتخر بيها. يبقى المصر القديم لم تكن حياته كلها جدا وكفاحا، بتيجي صح وغلط تقول كان المصر القديم، كانت حياة المصريين القدماء كلها جد وكفاح، هقول له لا غلط. كانوا بيلجأوا لبعض أساليب الترفيه وبيستخدموا الكثير من أساليب الترفيه. زي إيه يا مس؟ كانوا ممكن عشان يرفهوا عن نفسهم يعملوا رياضة الصيد، يطلعوا يصطادوا مثلا، أو كان عندهم ألعاب رياضية بيلعبوها مع بعض. ايه كمان؟ كان ممكن يغنوا ويعزفوا موسيقى، كان عندهم كمان اعياد واحتفالات كانوا بيحتفلوا بيها. طب تعال ناخد واحده واحده، نبدا مثلا برياضه الصيد. كان بيصطادوا ايه؟ كان بيصطادوا حمام وبط واسماك وغزلان واقصود. كان بيصطادوا ايه؟ حمام، بط، اسماك، والغزلان والاقصود. كانوا بيستخدموا ايه عشان خاطر يصطادوا؟ كان عندهم العصا الرميه والحربة والشص اللي هي السنارة والشباك. يبقى المصري القديم كان عشان يسلي نفسه، كان من أساليب الترفيه اللي كان بيسلي نفسه بيها هي رياضة الصيد. طب إيه كمان؟ قلنا كان عندهم ألعاب رياضية. ألعاب رياضية هنقسمها إلى ألعاب خاصة بالرجال وألعاب خاصة بالنساء. الرجال كانوا بيلعبوا، كان بيلعبوا لعبة التصويب على كتلة خشبية. حد فيكم عنده اللعبة دي؟ سنة أولى. ليه أنا بحسكم إن أنتوا نايمين؟ حد فيكم عنده اللعبة دي يا سنة أولى؟ أنتوا سامعيني طيب؟ أيوة سامعين حضرتك. أنا هو أنا كانت عندي بس دلوقتي مش عارفة إيه. طب باسل دي لعبة الرجال، عندك واحدة زيها؟ باسل مش بيكلمنا. طيب دي كانت لعبة من ألعاب الرجال اللي هي لعبة التصويب على كتلة خشبية، لعبة جميلة أنا عن نفسي بحب ألعبها. كان بيلعبوا لعبة المصارعة، يعني لعبة المصارعة دي ما كانت مش جديدة وإحنا لسه عارفينها جديد، لا ده المصريين القدماء كانوا بيلعبوها برضو. كان عندهم الرجال بيلعبوا لعبة المبارزة، وكانوا بيلعبوا لعبة رفع الأثقال. طيب وكمان كانوا بيلعبوا لعبة بتعتمد على التفكير اللي هي الشطرنج، وكمان كان عندهم لعبة تانية اسمها التحطيب. التحطيب ده زي رقص الصعايدة كده، لو انتوا بتشوفوا أفراح صعايدة بتلاقوهم بيرقصوا بعصاية كده في الأفراح. يبقى دي اسمها ألعاب الرجال، كان بيلعبها الرجال بس. كان بيلعبوا إيه؟ قلنا التصويب على كتلة خشبية، المصارعة، المبارزة، رفع الأثقال، والتحطيب. وكان عندهم ألعاب تعتمد على التفكير، ودي بتيجي كتير جدا في الامتحان، يقول لك من الألعاب التي تعتمد على التفكير الشطرنج، من الألعاب التي تعتمد على التفكير هنقول له إيه؟ الشطرنج. طب المرأة بقى كانت بتلعب لعبة خطيرة جدا، يعني ما كانش الرجال يقدروا يلعبوها. إيه اللعبة الخطيرة اللي كانت المرأة بتلعبها؟ كانت بتلعب تجاذف الكرة. شايفينها هي بتعمل إيه؟ عارفين البهلوان؟
تبقى كان من ألعاب المرأة، لعبة المرأة هي تقاذف الكرة، كان بتقعد تطوح الكرة في الهواء كده وتقعد ايه تعمل زي ما انتم شايفين في الصورة كده. طب والأطفال، الأطفال كانوا بيلعبوا لعبتين. أول لعبة، لعبة اسمها العصا والطوق، زي ما أنا حاطة لكم في الصورة كده، بيلعبوا لعبة اسمها العصا والطوق، ولعبة اسمها إخفاء. ولعبة العصا والطوق ولعبة بتقطع. إخفاء. مين بيتكلم؟ لا جيت انت قاطع الصوت. الصوت كان قاطع. طب انتوا اه سمحتوا جيت لحد فعلا. انا اقول كان واقف اللي هو هاي كنت بتقولي لعبة تغذى الكرة. شفت اللعبة الخطيرة اللي المرأة كانت بتلعبها، خطيرة صح؟ انت عارفة ليه بقى كانت المرأة بتلعبها؟ كان عشان كانت اقوى من الراجل، ايوه مش هيقدر يلعبها اصلا. ما يقدرش يلعبها يا بنتي، ده محتاجة قوة وذكاء، وهو ما كانش بيقدر يلعبها. طيب يعني انتوا سمحتوا لحد تقاذف الكرة بس صح؟ طيب هقول تاني، احنا قلنا المرأة بتلعب ايه الألعاب، المرأة اللي هي تقاذف الكرة، اما الأطفال كانوا بيلعبوا لعبة العصا والطوق. شايفين الصورة بتاعت العصا والطوق عاملة ازاي؟ لعبة العصا والطوق، وكان كمان ايوه بيلعبوا اسمها إخفاء الوجه زي اللي هي في الصورة كده بالظبط. صعب لحد كده يا سنة أولى؟ لأ؟ تعالوا بقى نشوف الموسيقى والغناء. مصر القديم كان بيحب الموسيقى والغناء برضه زي ما احنا حاليا. زي ايه؟ كان مصر القديم عرفوا الموسيقى وحبوها، وكان من أهم الآلات اللي بيستخدموها في العزف هي المزمار والطبول. كان بيستخدموا المزمار والطبول. تبقى ايه هي أهم الآلات الموسيقية اللي هي عزف عليها المصر القديم؟ المزمار والطبول. طيب الغناء بقى، مصر القديم كان بيعرف الغناء وكان بيغني سواء بموسيقى أو غير موسيقى، ممكن يغني من غير أي موسيقى معاه أو بإيه بالموسيقى، وكان الغناء عنده فردي أو جماعي، يعني مطرب لوحده يطلع يغني أو مجموعة مع بعض فريق ويطلعوا إيه يغنوا مع بعض، وكان بيغنوا أغاني وطنية، الوطني طبعا زي بلادي مثلا، والشعبية طبعا الشعب انتوا كلكم حافظون، وأغاني دينية وأغاني إيه دينية. تبقى كان المصر القديم عرف الأغاني الوطنية والشعبية والدينية، وكان بيغني غناء فردي وجماعي وبموسيقى وغير موسيقى أو بدون إيه موسيقى. طيب تعال نشوف الأعياد اللي كانت عنده، إيه الأعياد اللي كان بيحتفل بيها؟ مصر القديم كان زي أي دولة في العالم زمان وحاليا بيحتفلوا بالأعياد المهمة اللي عنده. زي إيه؟ كان عنده عيد الربيع وعيد رأس السنة، ودول كان من الأعياد الاجتماعية اللي كان بيحتفل بيها، وإحنا طبعا شوية كده كام يوم كده وهنحتفل كلنا بعيد الربيع، صح ولا لأ؟ عيد الربيع ده من أيام الفراعنة وإحنا كمصريين بنحتفل بيه. يبقى من الأعياد الاجتماعية عيد الربيع وعيد رأس السنة، عيد الربيع وعيد رأس إيه؟ السنة. طب وكمان كان عنده أعياد دينية اللي هي عيد الإله آمون، عيد الإله آمون، الصورة دي هي اللي بتعبر عن عيد الإله آمون. طيب وعنده عيد سياسي اللي هو عيد جلوس الفرعون على العرش، اليوم اللي بيتولى فيه الفرعون حكم مصر بيقعدوا يحتفلوا فيه. وكان عنده عيد النصر، وده كان من الأعياد العسكرية، عيد النصر وكان من الأعياد الإيه؟ العسكرية. يبقى مصر القديم كان عنده أعياد اجتماعية ودينية وسياسية وعسكرية، وأعياد اقتصادية اللي هي فصول الزراعية اللي هي عيد الحصاد وعيد الفيضان وعيد البذر، عيد الحصاد والفيضان والبذر. طيب في حاجة في اللي أنا قلتها دي صعبة؟ لا ها؟ طب لا ممكن أسأل طيب وأشوف كده مين كان مركز في. طيب حاجة في اللي أنا حد عاوزني قبل ما أبدأ أسأل أعيد له حاجة من اللي أنا قلتها؟ لا شكرا، ده سهل جدا اصلا. صح؟ طيب بما إنه سهل جدا بقى، ممكن يا باسل ممكن بعد إذنك ترد وتجاوب معانا وتشترك معانا؟ باسل
هبعت لكم لينك كده على الشات وحلوا الأسئلة اللي عليه. تمام يلا بينا حلو في الشات صح. كهوت يا ميس؟ yeah. أيوة وصل ولا لسه؟ لا لسه. فاطمة مستعدة؟ ماشي نشوف مين هيحل الأول. تمام مش وصل؟ بس تمام. ممكن يتربين؟ ممكن إيه؟ ممكن الانتربين اللي هو الكود اللي ندخل فيه من برنامج جهو. طب هو ده مفروض تفتحه على طول مجرد ما تدوس على اللينك بيشتغل. مش سمعيني. طب هو اصلا ما وصلش. هو اصلا ما وصلش. ايه يا باسم مش بترد ليه لما انت سمعني؟ ويكم ويكم في حاجة ما كنتش عارف اتكلم. ايه؟ ويكم في حاجة ما كنتش عارف اتكلم. طب يا باسم في حاجة في الدرس النهاردة كان صعبة او يساعدها لك؟ لا لا كنت سامع. سامع؟ طيب في كان الدرس كله كويس وفهمه كله ولا في حاجة حاسس انها صعبة؟ سو اصلا شات عشان اعرف ادخل في الكهوت. مش شغال اصلا؟ مفيش اللي هو الشات محادثة. اه طب بقول لك ايه بس خلاص ماشي لو هو مش شغال عندك انا هشوف الموضوع ده وعايزاك بس تكون معانا انا هسال برضو شفوي. اوكي كله بدا ولا ايه؟ كله بدا حل. انا الحاجات عندي مش باين. مش ايه؟ مش باين يعني مش بقدر اخش على الشات برضو. كلكم كده؟ ايوه فاطمه قولي. ممكن اللي موجود في الجروب بس الايه اللي موجود في الجروب. اه ممكن. تمام اوكي خلاص انا هشوف الموضوع ده ولو كده هبعت. هو انا موجود في الميس؟ ميس موجود في الميس؟ طب انسى معاكي اتكلمي. انا موجوده على يعني والشات باين ليا بس المشكله ان حضرتك حلاه فهو لازم حضرتك تعيديه من الاول عشان هو محلول اصلا. بدخل عليه بيقول ان هو خلصان. طب اوكي خلاص ماشي انا هعدله وابعته لكم على الشات بتاع التيمز بعد السيشن ده. طيب عايزه ادي كل واحد فيكم سؤال قبل ما اقفل واتاكد ان انتوا كلكم فاهمين. هبدا بباسل لان انت الوحيد يا باسل اللي ما سالتش طول الحصه. فاول سؤال فاطمه رفع ايدك ليه؟ ما كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا زرار الشات مش باين عندي فنسيته. تمام اوكي يا فاطمه خلاص انا هشوف الموضوع ده واشوف ازاي هبعته. باسل هسأل سؤال والسؤال ده ليك انت الاول بعد كده ايه هناخد بالدور. تمام سمعني يا باسل ممكن تديني اي رد فعل. سمعني؟ تمام يا باسل. تعرف تقول لي يا باسل من الاعياد الاجتماعيه ايه عيد ايه وايه؟ عيد الاجتماعية عيد الفرعون الاجتماعية يا باسل إذا تركز أكتر عشان ما نعملش فريق بنات وولاد بقى ويكسبونا. لا عيد الاجتماعية عيد الرقصة. برافو. ها عيد الرقصة. برافو عليك. طيب أعياد العسكرية زي عيد إيه؟ عيد النصر. برافو. والدينية محدش يتكلم اللي بسأله بس هو باسل. لا أمون اللي ايه؟ لا أمون الإله أمون. برافو. طب والسياسية ما تقفلش يعني هعوض كل الأسئلة بقى اللي ما تسألتهاش طول الحصة. السياسية اللي هي الجلوس الفرعون على العرش. السياسية عيد جلوس الفرعون على العرش. طب والاقتصادية باسل عيد الفيضان وعيد الحصاد وعيد البلد. ممتاز برافو. مريم
ايه تعرفي تقولي ايه هي ادوات الزينه عند المصري القديم؟ ادوات الزينه كان هو بيحب التزيين، فاستخدموا العقود والامصان والحن والكحول والخواتم برافو والاقراص والاساور. برافو عليك. طيب فاطمه خامس، تعرفي تقولي لي ايه الاساس اللي كان بيستخدمه المصري القديم في مساكنهم؟ كانوا بيستخدموا الصناديق عشان يحطوا فيها الملابس. برافو، الصناديق الخشبيه لحفظ الملابس والاوعيه واوعيه الطعام والشراب. ها وكانوا بيستخدموا المقاعد الخشبيه وانا ممكن اقول ترتيب الطريات. الترتيب ما كانوا بيأول بيحطوا الحصائر وبعد كده حط لا فاطمة، ده لما انا اجي اسألك اللي هو عادات الطعام كانوا بياكلوا الاول على ايه وبعد كده ايه وايه، انا بقولك الاساس الفرش بتاع بيتهم زي ما انت كنت ماشية صح، الموائد المقاعد الوسائد الاسرة. تمام 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 أم اللي انت كنت بتقوليها دي اللي هي لما اقول هم كانوا الاول بياكلوا على ايه، بتقول كان الاول بياكل بيتناولوا الطعام على الحصير، ثم عرفوا الموائد المنخفضه، ثم الموائد المرتفعه ذات مقاعد مرتفعه. طيب نرجع لباسل. ايوه قولي يا باسل، بما تفسر اختلاف الاساس من طبقه الى اخرى او من مكان الى اخر، ليه كان الاساس مختلف؟ سبب اختلاف ايه؟ احنا حاليا يا باسل، هل كلنا بنفرش بيوتنا زي بعض نفس الستايل ونفس الماركات ونفس الحاجات دي؟ لا، ليه؟ كل واحد بيفرش بيته حسب ايه؟ ظروفه صح؟ يبقى بما تفسر اختلاف الاساس من مسكن الى اخر او من منزل الى اخر، هنقول بسبب اختلاف الظروف المعيشيه. نفس الكلام لو سالت قلت بما تفسر اختلاف الملابس، هنقول بسبب اختلاف الطبقه الاجتماعيه والظروف المعيشيه. مش هو ده السبب اللي بيخلينا نختلف عن بعض، ان احنا لا اما ظروفنا المعيشيه مختلفه لا اما الطبقه الاجتماعيه بتاعتنا مختلفه، صح يا سنه اولى ولا ايه؟ صح مش. طيب قولي لي يا مريم. مريم تعرفي تقولي لي ايه الالعاب اللي كان بيلعبها الرجل او المصري القديم خاصه بالرجل؟ المين الالعاب، الرجال ولا المرأة ولا الاطفال؟ لا الرجال كانوا بيلعبوا مصارعة وبولدة رفع أثقال وتحطيم، وكانوا بيلعبوا شطرنج، وكانوا بيلعبوا تصويب على كتل الخشبية. برافو عليك فاطمة. أيوه تعرفي تقولي بقى ألعاب المرأة وألعاب الأطفال، المرأة كانت بتلعب إيه؟ أما الأطفال كانوا على كان لما تذكر بيركبوا الخيل. بيركبوا إيه؟ كان بيركبوا إيه فاطمة؟ الخيل ما كانش موجودة بفتكس. لا احنا قلنا الأطفال هم لعبتين، العصا والطوق وإخفاء الوجه. العصا والطوق وإخفاء الإيه؟ الوجه. أما المرأة كان بتلعب إيه؟ كانت بتلعب تقريبا كانت مصارعة مرئية. المرأة كانت بتلعب مصارعة، ده مرأة خطيرة قوي المرأة دي. أنا بفتكر اسمها، أنا بفتكر اسمها باينة، اسمها تقاذف القراط. تقاذف القراط معايا؟ أنا وقفت الشير. فاطمة أنا فاطمة ومريم وبس، في حاجة أنا قلتها النهاردة كانت صعبة، نعيدها تاني. شكرا لك باسل. لا باسل
أكيد يا باسل، يعني أنا لو جيت الحصة الجاية سألت في الكلام ده هتعرف تجاوب عليا؟ فاطمة شايفة أنا فتحت لك تاني، شفتي ألعاب المرأة ايوه والأطفال؟ ده المهرج اللي بيلعبها. لا ما أنا قلت بقى، ما هي دي كانت لعبة المرأة عشان كانت محتاجة شخص ذكي، فالمرأة خدت اللعبة دي. ايوه المهرج اصلا بيعملها بالعافية. اه بالظبط كده، ما حدش بيعرف يعملها غير المرأة. تمام طيب خلاص يا سنة أولى إن شاء الله، أنا المرة الجاية عاوزاكم تكونوا مذاكرين درس كويس، لأن أول ما هبدأ إن أنا أسأل فيه، ولو في حد يعني في حاجة عاوز يسأل فيها قبل ما أخرج اتفضل. ميس بقول لحضرتك حاجة، واحنا مستر محمد تقريب ادنا الدرس التاني والتالت. اه عارف تمام، انا المفروض كنت هديكم الدرس ده الاسبوع اللي فات، بس حصل ظروف كده فاجلته للاسبوع ده. تمام 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 يا سلام، باي، سلام عليكم.